الخامسة للتلفزيون المصري نشرة أخبارية جديدة. أهلا بكم. أهلا أنا. أهلا حساني، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وإلى عناوين الأخبار. إقبال كثيف في اليوم الثاني والأخير لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب دون رصد أي شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية. مدبولي يتابع جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالقاهرة الكبرى والدلتا. أهلا بكم إلى التفاصيل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري لتنفيذ مبادرة مصر الرقمية لدعم جهود التحول الرقمي للأداء الحكومي. جاء هذا خلال اجتماع سيادته مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، حيث وجه الرئيس بمتابعة موقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. في هذا الشأن وجه الرئيس السيسي بتعظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات التخطيط العمراني والبناء. تتواصل عمليات التصويت في محافظات المرحلة الأولى 14 لانتخابات مجلس النواب 2020، ويحق لنحو 33 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في 10140 لجنة فرعية في 14 محافظة تمثل محافظات المرحلة الأولى. ويتنافس في المرحلة الأولى من انتخابات النواب 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي وأربع قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة. لليوم الثاني على التوالي تفتح لجان انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم تحت قبة مجلس النواب. المرحلة التي تجري فعاليتها في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية والبحيرة. فمنذ التاسعة صباحا توافد الناخبون على مراكز الاقتراع التي يصل عددها إلى 10240 لجنة فرعية على مستوى محافظات المرحلة الحالية، خصصت لاستقبال 33 مليون ناخب وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة. القضاة المشرفون على الانتخابات البالغ عددهم 10140 قاد قاموا عقب تسلمهم للجان في يوم الانتخابات الثاني بفض الشمع من أبواب اللجان والتأكد من عدم العبث في أوراق أو صناديق الاقتراع. ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى التاسعة مساء وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم تعقيم اللجان قبل وبدء انتهاء التصويت، كما يتم التزام أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات في مقار اللجان، ويتم توفير الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع. كبار السن والمرأة أبطال لجان الانتخابات دائما، صورهم المشرفة وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية استمرت في انتخابات مجلس النواب الذي يعد الغرفة التشريعية الأولى إلى جانب مجلس الشيوخ. الانتخابات تجري وسط تأمين مكثف تشارك فيه قوات الشرطة والجيش لتوفير مناخ آمن يدلي فيه الناخبون بأصواتهم في سهولة ويسر. وعبر غرف العمليات المركزية التي شكلت بجميع المحافظات يتم متابعة الحالة الانتخابية على مدار الساعة لحل أي مشكلات قد تطرأ أولا بأول. ويخصص لنواب المرحلة الأولى من الانتخابات 284 مقعدا، منها 142 مقعدا في 70 دائرة بالنظام الفردي، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة. حالة من الاصطفاف الوطني تؤكدها مشاركة المصريين في انتخابات مجلس النواب، ودعم لدولتهم وقيادتهم السياسية لمواجهة التحديات المختلفة واستكمال مسيرة التنمية. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.
هذا وقد اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني والاخير بالمرحلة الاولى من هذه الانتخابات بداخل 10240 لجنة فرعية. وقال المستشار لاشين ابراهيم ان جميع اللجان الفرعية فتحت ابوابها في المواعيد المحددة من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 9 مساء وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا. وقد أشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن الهيئة لم ترصد أي شكاوى أو معوقات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، حيث أن غرفة العمليات المشكلة بالهيئة تواصل استقبال استفسارات كافة أطراف العملية الانتخابية والرد عليها في الحال. وينضم إلينا من البحيرة مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل. محمود، بعد التحية طمنا على سير العملية الانتخابية في محافظة البحيرة. نعم، أدى نجدد التحية يعني بعد انتهاء فترة الراحة ومنذ الساعة الرابعة حتى هذه اللحظة بعد ما يزيد تقريبا عن الساعة، وشاهد هذا المقر الانتخابي الذي أحدثكم منه الآن بمدينة دمنهور والذي يضم 3 لجان فرعية، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث يعني اصطف المواطنون في انتظار الإدلاء بأصواتهم، وبالأحرى انتظروا في الاستراحات التي خصصتها المحافظة للمواطنين في انتظار الإدلاء بأصواتهم، ما يعكس أن نسب الإقبال المتزايدة والتي ربما تتزايد شيئا فشيئا، يعني هذا المشهد ربما ينذر بأن الساعات المتبقية من إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني سوف تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين. وربما هذا الأمر عاهدناه من خلال تغطياتنا للانتخابات في محافظات مختلفة أن دائما الساعات الأخيرة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين. هذا الأمر يعني أو هذا المشهد في هذا المقر الانتخابي ينطبق على عدد كبير من اللجان الفرعية هنا بمحافظة البحيرة وعددها 1296 لجنة فرعية، خاصة في عدد من المراكز التي قام المحافظ اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بتفقدها خلال فترة الصباح والظهيرة خلال هذا اليوم. وأشاد المحافظ بنسب الإقبال الكبيرة من المواطنين وحرص المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري انتخابات مجلس النواب ضمن اللجان التي تفقدها المحافظ يعني عدد من المقر واللجان الانتخابية بمدينة دمنهور وقراها وأيضا مركز ومدينة إتاي البارود التي صرح المحافظ بعد زيارته لهذه اللجان بأن هذه اللجان شهدت إقبالا كبيرا، وهو ما يعكس وعي الجماهير هنا في محافظة البحيرة للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري. أيضا أدى من اللافت للنظر يعني ما شاهدته هو الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية لا سيما العنصر النسائي الذين يقومون بتوصيل السيدات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على كراسي متحركة إلى مقر الداخل اللجان الفرعية مساعدتهم في للإدلاء بأصواتهم. تكرر هذا المشهد أمام يعني أعيني أكثر من مرة هذا اليوم وأيضا يوم أمس، ما يعكس الدور الإنساني لوزارة الداخلية الذي تقوم به تجاه المواطنين، إلى جانب أيضا طبعا الدور الأساسي وهو تأمين اللجان من الداخل ومن الخارج من خلال التمركزات الأمنية والدوريات التي تكوب شوارع مدينة دمنهور. كل هذا يجري في ظل أو هذا المشهد لا ينبغي أن يكون إلا في ظل تكاتف الأجهزة المعنية هنا بمحافظة البحيرة، سواء كانت قوات الأمن كما ذكرنا أو مختلف الوزارات المعنية، الكل يقف كتفا إلى كتف لإخراج هذا المشهد بصورة تليق بمصر وتليق أيضا بمواطني مصر وتقديم كل سبل الراحة للمواطنين من خلال الاستعدادات التي أعدتها محافظة البحيرة، هذا إلى جانب طبعا الإجراءات الاحترازية التي دوما ما تكون نصب أعين القائمين على العملية التصويتية أو الانتخابات، دائما ما يوجهون باتخاذ المسافات الآمنة بين الناخبين، وأيضا ضرورة ارتداء الكمامة عند دخول اللجنة لإدلاء الناخب بصوته في هذا الاستحقاق الدستوري. يعني كل
كل هذه الأمور تعكس مشهد حضاري ربما يعني لاحظناه كثيرا خلال الفترة الأخيرة في ظل الاستحقاقات الدستورية الفائتة، سواء كانت انتخابات مجلس الشيوخ أو استفتاء دستوري أو انتخابات رئاسية أو ما شابه ذلك. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا محمود إسماعيل من محافظة البحيرة. ومعكم إلى جنوب مصر وبالتحديد إلى محافظة أسوان التي توجد بها 4 دوائر انتخابية فيها 4 مرشحا. مصطفى عبد الفتاح معنا، أهلا بك مصطفى، وكيف تبدو التفاصيل لديك في أسوان؟ يعني ساعات قليلة وينتهي اليوم الثاني والأخير للعملية الانتخابية والتصويت بالنسبة لانتخابات مجلس النواب هنا في محافظة أسوان، ويبدو أن الساعات الأخيرة ستشهد إقبالا أكبر مما شاهدناه خلال ساعات نهار هذا اليوم وأيضا بالنسبة لإقبال الأمس. كما ترون معي في المشهد فهناك في إحدى اللجان الفرعية بدأ الإقبال يتزايد خلال الساعتين الأخيرتين، خاصة بعد انقضاء ساعة الراحة التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات. وإذا ما تحدثنا عن الإقبال هنا في محافظة أسوان فنحن نتحدث عن إقبال نابع من وعي المواطن الأسواني الذي تحدثت معه كثيرا من خلال الأحاديث العديدة. هناك الكثير من المواطنين الذين أكدوا على أهمية المشاركة في هذه الانتخابات، كون هذه الانتخابات تمثل اختيار مجلس النواب وهو الغرفة التشريعية الهامة بجانب مجلس الشيوخ. وأيضا لم يقتصر الحديث على هذا فحسب، ولكن امتد الحديث أيضا إلى دور عضو مجلس النواب. هناك وعي كبير من المواطن الأسواني هنا الذي تحدث بدوره عن أن عضو مجلس النواب ليس دوره فقط تقديم الخدمات ولكن دوره هو الرقابة والتشريع. ملاحظ مستقبل في أسوان يعني هنا تواجد ملحوظ لعدد كبير من السيدات في اللجان. نعم، يعني إذا ما تحدثنا عن المشاركة النسائية فالمشاركة النسائية ما زالت تتصدر المشهد هنا في محافظة أسوان، خاصة في مدينة أسوان وهي عاصمة المحافظة. أما باقي المدن والقرى والنجوع فهناك إقبال كبير من كل الفئات بمختلف الأعمار، وأيضا رصدنا العديد من المشاركات خاصة في مدينتي كومومبو وإدفو، وهناك طوابير امتدت لعشرات الأمتار، خاصة وأن هناك إجراءات تم اتخاذها من الجهات المعنية وذلك لتنظيم دخول المواطنين، وهو ما رصدناه وأكد الكثير من المسؤولين هنا في محافظة أسوان عن أن هذا التكدس لم يعيق سير العملية الانتخابية وذلك وفقا للتنظيم الجيد ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية. نعود إليك مرة أخرى إن شاء الله في تغطيتنا مراسل أخبار مصر مصطفى عبد الفتاح من أسوان، شكرا لك. تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية سير العملية الانتخابية وذلك خلال اتصالات هاتفية بمحافظتي المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، حيث اطمأن على سير العملية الانتخابية والتأكد من عدم وجود أي عقبات تحول دون تصويت المواطنين بسهولة ويسر، مشيرا إلى توافد الناخبين بكثافة على اللجان الانتخابية في المحافظات 14. وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تقديم التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياج الخاصة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وارتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بأصواتهم، لافتا إلى استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة لليوم الثاني والأخير في متابعة سير الانتخابات، وهذا بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات. وللمزيد من المتابعة لسير العملية الانتخابية بمحافظة سوهاج ينضم إلينا حمادة العربي مراسل أخبار مصر. حمادة بعد التحية، ماذا عن سير العملية الانتخابية الآن في محافظة سوهاج؟ تحياتي لك يا أدوار كل مشاهدي التلفزيون المصري. بالفعل يمكن أقل من 4 ساعات تفصلنا عن نهاية اليوم الثاني ونهاية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020. يمكن العملية الانتخابية تسير على ما يرام داخل محافظة سوهاج، لم يتم رصد أي معوقات للعملية الانتخابية حسب بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى بيانات صادرة من ديوان عام محافظة سوهاج على الوضع أو على الأرض، بالإضافة كذلك إلى متابعة مستمرة من غرف العمليات داخل مديرية أمن
سوهاج بقيادة مساعد وزير الداخلية اللواء الدكتور حسن محمود ومعاونة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير البحث الجنائي، والتأكيد على كافة الضباط باستمرار العمل بكفاءة أمام المقار الانتخابية بصورة كبيرة. يمكن الزحام والتكدس طغى في القرى والنبوع حيث القبلية بعض الشيء، والعائلات والتكتلات والخدمات التي قدمت على مدار سنوات. يطمح أهالي سوهاج أن يختاروا نائبا قادرا على التشريع وقادرا على الرقابة وتفعيل هذا الدور الذي همش لمدار سنوات يتم تفعيله خلال هذا المجلس الجديد، مجلس النواب. بالإضافة إلى ذلك هناك استمرار لحالة التوافد من المواطنين على مختلف اللجان. 4 ساعات هي فاصلة في عمر مجلس النواب في مرحلته الأولى، وفاصلة في حياة عدد كبير من المرشحين على مستوى المحافظة. لذلك العمل مستمر والتأكيد على الحضور في بكافة الطرق وفي سهولة ويسر إلى اللجان الفرعية على مستوى المحافظة. هناك تيسير في الدخول وكذلك معاونة لجميع أجهزة الدولة المعنية من قوات الشرطة وكذلك الموظفين الإداريين والقضاء داخل اللجان. الكمامات متواجدة بكثرة، الكحوليات والتطهير والتعقيم، إضافة إلى كل ذلك وجود سيارات إسعاف تحسبا لأي طارئ قد يحدث. انكسار درجات الحرارة، وما بعد الساعة 5 و6 نتوقع زيادة في الأعداد. لكن القرى والنبوع منذ الصباح الباكر وحتى موعد إغلاق اللجان في التاسعة مساء هناك طوابير في هذه القرى لدعم مرشحيها وأبناء بلدانها المتقدمين لدخول سباق مجلس النواب 2020. هناك لمسات داخل انتخابات النواب في سوهاج، منها أن متحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة تم توفير عدد لهم من مترجمي الإشارة لمعاونتهم في الإدلاء بأصواتهم والتعرف على النظام والكشف ومعرفة الأسماء وكذلك الدخول، ولهم حرية الاختيار طبقا للدستور وطبقا للقانون وإيداع الأوراق في الصناديق المخصصة لها سواء على نظام القائمة وعلى النظام الفردي. كما ذكرنا المتابعة مستمرة كذلك من منظمات المجتمع المدني التي لم ترصد أي خروقات أو مشكلات في العملية الانتخابية. الانضباط والالتزام من قوات الشرطة وكذلك من مختلف القطاعات، حتى العائلات تفهمت هذا الوعي وهذا المفهوم الجديد لانتخابات نزيهة وشريفة، وتستطيع من خلالها الكل أن ينافس بمصداقية بشرف الوصول إلى مجلس النواب واحترام القانون واحترام الدستور بصورة مهمة للغاية كترسيخ للشباب وكذلك للأطفال الذين يرون ما يحدث على أرض الواقع بصورة كبيرة. الفئات المشاركة مهمة للغاية لدينا في سوهاج، المرأة تشارك بقوة، الشباب يشارك في هذه الانتخابات، الوضع مطمئن للغاية، كبار السن تقدم لهم كافة التسهيلات سواء من كراسي متحركة أو من معاونة من رجال الشرطة منذ القدوم إلى المقار الانتخابية وحتى الدخول إلى الأبواب واللجان في الداخل واختيار الأوراق سهولة ويسر لكافة المواطنين. وزارة الداخلية أو مديرية أمن سوهاج قامت باستحاب عدد من ذوي الإعاقة الذين لم يكونوا قادرين على التحرك من منازلهم وإلى اللجان. تم اليوم استحاب عدد من هذه الحالات ومساعدتهم بشتى الطرق إلى الوصول إلى صناديق الاقتراع كما يريدون، حقهم في التعبير عن رأيهم، ولديهم كل الدعم من أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان. بشكرك شكرا جزيلا حمادة العربي، كنت معنا من محافظة سوهاج. وفي تصريح خاص لأخبار مصر أكد السفير أحمد رشيد خطابي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، أكد أن العملية الانتخابية تجري وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل القائمين عليها، وأشار إلى أن هناك نتائج إيجابية تلقيناها من محافظات المرحلة الأولى. تصريحات السفير الخطابي جاءت خلال متابعته لواحدة من اللجان الانتخابية في محافظة الجيزة. من منطلق حرص جامعة الدول العربية على تعزيز ودعم مسارات التحديث والتطوير في العالم العربي وبما فيها بطبيعة الحال مصر، فبتوجيه من الأمين العام تقرر تشكيل هذه البعثة التي تضم في عضويتها مجموعة من المتابعين
ذوي الجنسيات العربية المختلفة باستثناء بلد المقر. وهذا الأداء الذي تقوم به البعثة في نطاق خطة العمل التي وضعناها للانتشار في مجموعة المحافظات يخضع بطبيعة الحال لضوابط وأحكام الاتفاق المبرم مع الهيئة الوطنية للانتخابات حقوقا وواجبات. نحن لاحظنا من خلال الزيارات التفقدية ومن خلال التقارير الأولية التي توصلت بها كرئيس للبعثة أن هناك دينامية اقتراعية سلسة ومشجعة للناخبين في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من أجل ضمان سلامة صحية لكل المعنيين بالاقتراع، سواء كان ناخبين أو منظمين أو حتى المتابعين. وبالتالي بصفة إجمالية في هذه المرحلة من اليوم الثاني من هذا الاقتراع يمكن تأكيد بأن الأجواء إيجابية وآمنة وسلسة ومنضبطة، وهذا يبشر إن شاء الله بمؤشرات إيجابية في إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب لتمثيل حقيقي لكل الفئات المجتمع المصري، سواء من الشباب أو المرأة، التي حقيقة نحيي اليوم كذلك تصدرها للمشهد الانتخابي. من جانبها، رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد والاستنفار الأمني على مستوى الجمهورية لتأمين انتخابات مجلس النواب. جاء هذا من خلال تكثيف الانتشار الأمني بمحيط اللجان والمحاور والطرق الرئيسية والمنشآت المهمة والحيوية وتسيير دوريات أمنية. نتابع. وسط إجراءات أمنية اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية، توافد الناخبون على صناديق الاقتراع في 14 محافظة هي محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب للإدلاء بأصواتهم في اختيار من يمثلهم في المجلس. الإجراءات الأمنية تضمنت نشر الخدمات الأمنية أمام لجان الاقتراع وبمحيطها، وتضم تلك الخدمات عناصر من الشرطة النسائية وخدمات نظامية وبحثية تهدف إلى توفير جو من الأمن والأمان للمترددين على لجان الاقتراع، كما تتميز باليقظة والتأهب للتعامل الفوري والسريع مع أي محاولة تهدف إلى تعكير صفو سير العمليات الانتخابية. إجراءات عالية جدا، وحتى أنا موجودة الشرطة النسائية، ده مديني أمان أن أجي أنتخب. لجنة في منتهى النظام، وأنا تعرفت على رقمي وأديت بصوتي في أقل من 5 دقائق. وبشكر حقيقة وزارة الداخلية على النظام الممتاز، والحقيقة يعني مفيش أفضل من هذا. ووفقا لخطة وزارة الداخلية، تم تدعيم الخدمات الأمنية بمحيط اللجان بعناصر مدربة ذات جاهزية عالية وخفيفة الحركة، إضافة إلى قوات التدخل السريع بما لها من قدرة وجاهزية لرصد الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع أي محاولة تستهدف الخروج عن القانون. وتشارك كافة قطاعات وزارة الداخلية في تأمين سير انتخابات مجلس النواب بما لديها من عناصر مدربة ومدعومة بآليات ومعدات متطورة لمواجهة كافة المستجدات الأمنية. وزارة الداخلية أعدت غرفة عمليات رئيسية مجهزة بأحدث التقنيات، تتواصل مع غرف العمليات والمتابعة بمديريات الأمن، تتابع على مدار الساعة انتظام سير العملية الانتخابية، كما ترصد الحالة الأمنية ومدى تنفيذ خطط الانتشار الأمني ودقة تنفيذ خطط التأمين الموضوعة ميدانياً. إلى جانب ما تقوم به وزارة الداخلية من إجراءات أمنية لتوفير مظلة من الأمان لإدلاء المواطنين بأصواتهم، فإنها تقوم بدور إنساني خلال سير العملية الانتخابية بتقديم يد العون للمواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الراغبين في الإدلاء بأصواتهم باصطحابهم لداخل اللجان وتوفير كراسي متحركة لهم. مشهد الخدمات الأمنية هذا هو مشهد يتقرر أمام لجان الاقتراع في المحافظات 14 التي تشهد المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وهو جزء من الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية لتوفير مظلة أمنية ينعم فيها المواطن بالأمن والأمان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهه نوبات تلوث الهواء الحاده بالقاهره الكبرى والدلتا، وذلك في تقرير تلقاه من وزيره البيئه الدكتوره ياسمين فؤاد. في التقرير تمت الاشاره الى زياده الكميه المستهدفه لتجميع قش الارز الى 500 الف طن بدلا من 350 الف طن العام السابق، وتم فحص عدد 11574 سيارة وأتوبيس نقل عام ضمن جهود فحص ورصد عوادم المركبات للحد من هذه الظاهرة السيئة. التقرير أشار أيضا إلى السيطرة على المقالب العشوائية ومناطق تجميع القمامة، فضلا عن استخدام صور الأقمار الاصطناعية لمراقبة مواقع حرق المخلفات. في هذا الإطار أوضحت وزيرة البيئة أن نتائج محطات جودة الهواء التابعة لوزارة البيئة ما بين الأول من سبتمبر حتى السابع من أكتوبر لهذا العام كشفت أن المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى والدلتا كان في مستوى جيد. كما استعار الدكتور مدبولي تقريرا من دكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تضمن الإشارة إلى جهود الوزارة المبذولة في عدد من الملفات، منها مشروع ابدأ حلمك ومبادرة صناعية مصر، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون تم توقيعه مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في مجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في مجالات الفنون. وأشار التقرير إلى أنه تم الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من مبادرة ابدأ حلمك بقصر ثقافة أسيوط الشهر الجاري، تفعيلا لدور الثقافة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف الذي ينال من المجتمع وبالأخص فئة الشباب، التي تسعى وزارة الثقافة جاهدة لتوجيه طاقتهم لاستكمال خطة البناء والتنمية. كما أكد التقرير عزم وزارة الثقافة تنفيذ مختلف البرامج الإبداعية الرامية إلى صناعة جيل جديد من الفنانين وخلق شخصيات مستنيرة واكتشاف قدرات الموهوبين والمبدعين وتعميم المشروع في مختلف محافظات مصر وخصوصا محافظات الصعيد. وقع محافظ القاهرة خالد عبد العال والمدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات المهندس خالد الصديق عقد تطوير منطقة الطيبي بحي السيدة زينب روضة السيدة اثنين المجاورة لمشروع تل العقارب بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه. أكد المحافظ أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال 18 شهرا بإجمالي 700 وحدة سكنية، إلى جانب إنشاء 550 وحدة تجارية على مساحة 10.5 فدان. المشروع يضم منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة. وقد أشار المحافظ لأنه سيتم بالتوازي مع هذا المشروع عمل تطوير شامل لمنطقة أبو الريش. وقد ذكر المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن هناك رؤية للتغيير العمراني بالعاصمة لإبراز الجانب التاريخي المميز لها سواء في المرحلة الخديوية أو المرحلة الفاطمية لخلق بيئة جديدة للمواطنين. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق. جاء ذلك خلال تفقد الوزير المركز اللوجستي للخدمات الجمركية لكبار العملاء والمركز اللوجستي للخدمات الجمركية بمطار القاهرة والعين السخنة. وأكد الوزير بعد استماعه لشرح حول أداء العمل بمنظومة النافذة واحدة أن المشروع القومي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المستهدف أن يكتمل تشغيل المنظومة قبل نهاية يونيو المقبل. فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمركز الأول كأفضل هيئة استثمار، نجحت في جذب أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019 عبر الإصدار الإلكتروني الأول من فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الاستثمار السنوي بدبي. وقد ألقى المستشار محمد عبد الوهاب رئيس التنفيذي لهيئة كلمة عبر منصة الملتقى الإلكترونية أعرب فيها عن سعادته لحصول الهيئة على هذه الجائزة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر دليلا ملموسا على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر. وقع وزير النقل المهندس كامل الوزير مع وزير النقل والبنية التحتية السوداني هاشم بن عوف وثيقة تعاون مشترك في مجال الربط
السككي بين البلدين. وناقش الجانبان عبر الفيديو كونفرنس بنود وثيقة الربط السككي بهدف توفير التمويل اللازم لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع الذي سيمتد في مرحلته الأولى من مدينة أسوان وحتى جنوب وادي حلفة. كما بحث الجانبان عدد من مشروعات الطرق مثل دراسة تنفيذ الطريق البري بين مصر وتشاد مرورا بالسودان ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد والدول غرب إفريقيا. مشاهدينا الكرام، نهاية الخامسة وهذا تذكير بأبرز العناوين. السيسي يوجه بتنفيذ مبادرة مصر الرقمية لدعم جهود التحول الرقمي وتعظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بمشروعات التخطيط العمراني والبناء. إقبال كثيف في اليوم الثاني والأخير لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب دون رصد أي شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية. إذن نشكركم في نهاية هذه الجولة الإخبارية المفصلة. شكرا لكم. شكرا حسين، إلى اللقاء.